أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث بلغ عدد المستفيدات من محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري ريادات حتى نهاية العام 2016 51 رائدة أعمال من أصل 82 طلبا تلقتها المحفظة حتى الآن، وبلغ مجموع قيمة القروض التمويلية التي حصلت عليها المستفيدات أكثر من 1,300,000 دينار بحريني. طبعا مشاهدينا، المجلس الأعلى للمرأة كان قد دشن بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري ريادات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، باعتبارها أحد المبادرات الداعمة لدخول المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وذكرت الإحصائيات أن 22% من المستفيدات من محفظة ريادات لديهن مشاريع ناشئة، في حين 78% من مشاريع المستفيدات في مرحلة التوسع. وبحسب الإحصائيات، فإن القروض التي استفادت منها رائدات الأعمال تراوحت بين 5,000 إلى 20,000 دينار، فيما حصلت عدد من المستفيدات على قروض تراوحت قيمتها بين 50 إلى 100,000 دينار بحريني. وفي خبر محلي آخر، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تدشين الخدمات والمرافق الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة المقدمة من قبل البنك الأهلي المتحد في منطقة السيف وفرع بنك البحرين والكويت في منطقة البديع. هذا وقد تم عرض الخدمات المتوفرة لدى الفروع والتي تشمل مواقف مخصصة للسيارات وصراف آلي مجهز، إضافة إلى مكتب خدمات مخصص وغيرها من المرافق المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أكد يوسف حسن مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي حرص المصرف على تحسين الخدمات المصرفية للزبائن من جميع فئات المجتمع ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة. وعليه قام المصرف بإصدار تعميم لكافة مصارف قطاع التجزئة لتطبيق المتطلبات بأجل أقصاه 1 يناير 2017. مشاهدينا، حسب الخطة الموضوعة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي تم التنسيق بخصوصها مع مجموعة من البنوك، سيكون هناك 9 بنوك جاهزة لتوفير خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل 9 فروع وأكثر من 12 صراف آلي موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين الأربع. وتهدف توجيهات المصرف المركزي الملزمة إلى ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص في الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين، وطبعا تعزيز الشمول المالي. سجلت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري تراجعا بإجمالي المبيعات في الفترة من الأول من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وقد أرجع مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير لبحث مجمل الأوضاع المالية والتجارية إلى التأثيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى طبيعة المنافسة في الأسواق العالمية واستمرار تدني أسعار النفط. هذا وقد اتخذ المجلس عدة قرارات، منها سبل تطوير أنشطتها في كل مجالات عملها إلى جانب زيادة كفاءة عملها وخفض التكاليف. كذلك اطلع المجلس على سير أنظمة الصحة والسلامة، وأكد على الأهمية القصوى للصحة والسلامة في مختلف إدارات وأقسام الشركة. طبعا مشاهدينا، تعاني شركة أسري هذه الأيام من تنافسية شديدة بين أحواض السفن في المنطقة، بعد ارتفاع طبعا عددها من 2 في البحرين ودبي إلى 4، بعد أن أضيف إليهما طبعا حوض قطر وعمان، مما خفض الهامش الربحي للشركة. وكانت أسري قد اتجهت في مواجهة هذه المنافسة إلى تنويع خدماتها والدخول في مجالات عمل جديدة مثل إصلاح منصات النفط والغاز وإصلاح السفن التجارية والحربية، إضافة إلى بناء بعض القطع البحرية. والآن مشاهدينا، نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.